مشاهدي مرة 24، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعداء أن نستقبلكم في هذه الحلقة، لحلقة من حلقات برنامجكم منبر سبور، رفقة زميلي طبيعة الحال وشريكي خلال هذا البرنامج الذي ربما يعيش سنته الثالثة. أكيد أنه يعني كان قطع خلال بداية هذه السنة عن عرض البرنامج، كانت مجموعة من التغييرات على المستوى الموقع، وكذلك في إطار يعني تصحيح الرؤية وتقويتها عفوا، وكذلك تنضيج مستوى البرنامج. اليوم إن شاء الله ننطلق، ممكن نعتبرها بعد ما درنا واحد مجموعة حلقات ممكن أن نصطلح عليها حلقات تجريبية، وفوق أنه نبدأ بشكل رسمي الآن إن شاء الله تعالى. اليوم ننطلق في أولى، ربما نعتبرها أولى حلقات من برنامجكم مربع سبور، الذي يعني يقدمه العبد الضعيف ربيع بوردو برفقة زميلي وصديقي وكذلك محلل ديال منبر سبور الزميل أسامة ظريف. سي أسامة، أولا مرحبا بك. فمرحبا بك سي ربيع تنجا، مرحبا بينا في الدار ديالنا منبر 24 اللي ما كتبخلش علينا لا لا بكل شيء، باش نكونوا واقعيين بالجهود ديالها، وهذا شيء إيجابي لنا. كنرحب بالمتابعات والمتابعين ديالنا على لي كومونتير ديالهم، الرسائل ديالهم، ونتمنوا انطلاقه قويه ان شاء الله. طيب، اولا بطبيعه الحال قبل ما نبداو البرنامج ديالنا، لا نمل اننا نترحموا على الشهداء ديالنا في قطاع غزه، وعلى شهدائنا في فلسطين بشكل عام. نسال الله تعالى التوفيق والنصر والسداد للمجاهدين ديالنا في قطاع غزه. اذا ننطلق باول، طبعا الحال نحن نعيش اسبوع التحفيز، واحد اسبوع غير عادي باعتبار انه يعني كنعيش هذا الاسبوع على ايقاع نهائي سوبر ليغ الافريقي، اياب نهائي سوبر ليغ الافريقي اللي الحمد لله يعني نعيش عشنا لحظات، وحنا كنشوفوا الوداد يلعب نهائي لمسابقه ما سهلاش نهائيا، على اعتبار انها يعني تضم كبار القارة الإفريقية. كنتكلموا على الأهلي المصري، صن داونز جنوب إفريقي، الوداد الرياضي، الترجي التونسي، مازيمبي وما أدراك ما مازيمبي، بيترو أتلتيكو. إذن واحد مجموعة ديال الفرق، الفرق اللي كبيرة على المستوى الإفريقي، كلها تلقات في هاد السوبر ليغ وعطاتنا النسخة الأولى. بطبيعة الحال كما كيعرفوا المتابعين والمشاهدين ديالنا، أنها في نسختها الأولى انطلقات ب80 فرق في أفق أنها يعني تتطور مستقبلا في 24 فريق ثم 32 فريق. في اولى النسخه ديالها الوداد الان هو في النهائي، لعب مقابله ديال الذهاب الاحد وفاز الحمد لله بهدفين الواحد. بطبيعه الحال فاز على فريق دي سان داونز اللي كنعرفوا كاملين انه فريق ممكن اعتبره فريق مرعب، فريق قوي، واحد ما نقولوش واحد من افضل، بل هو افضل الفرق الافريقيه على مستوى الاداء، على مستوى النتائج. يكفي اننا نتكلموا على فريق اللي خلال سنتين مع ماكوينا يعني ما سبقش لي خسر في المستوى، على المستوى المنافسات الافريقيه. اول لقاء انهزم فيه هو اللقاء ديال الذهاب مع الوداد في الدار البيضاء. حتى المستوى المنافسه الداخليه في خلال المسيره ديالو كامله، المدرب ديال ماميلو سانداو، ثلاث الهزائم، جوج منهم ضربات الجزاء في كؤوس ديال جنوب افريقيا، واحده انتهت بجوج واحد. ما دون ذلك بدايه هذا الموسم 8 مباراه، 8 انتصارات في البطوله المحليه. اذا بطبيعه الحال غادي نتكلموا على المباراه النهائيه ديال الذهاب، وغنتكلموا كذلك على مباراه الاياب. قبل انت اسامه حضرتي في مباراه الذهاب في ملعب محمد الخامس، حضرت البطوله يعني البطوله تقريبا كامله. بغيناك تزويننا بدرجه اولى على المقابله النهائيه، كيفاش كانت؟ طبعا الحال مسابقة جديدة، شكل جديد، طبعا الحال على المستوى، أكيد على مستوى الأداء الفني والتقني على أرضية الملعب شفنا شي حاجة غير مسبوقة، ولكن قلتها وغنعاود نقولها، واحدة من أفضل، ماشي من الأفضل، ربما أفضل مباراة على المستوى تاريخ الأندية الإفريقية وعلى المستوى المنافسة، يعني مباراة اللي رائعة، فكر كروي كبير، تاكتيك اللي رائع، يعني شفنا كرة نقية بالدارجة ديالنا كما كنقولوا، ديما كنقولها مباراة هاربة من القارة الأوروبية، شفنا مستوى ديال الدوري الإنجليزي ربما، فبالتالي عطاتنا واحد الطبق فني اللي رائع، ومعاه شفنا كذلك على مستوى المدرجات، ولا كذلك على مستوى التنظيم، شي حاجة اللي جديدة. أسامة،
مقابلة النهائي يعني كيفاش شفتيها؟ كيفاش عايشتيها من داخل الملعب؟ واش ممكن تقول لنا عليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الى غنتكلموا على المباراة، قبل من ذلك تكلمت على واحد النقطة مهمة وهي مسابقة الدوري الافريقي افريكان فوتبول ليج. هذه البطولة هذه نظمها الاتحاد الافريقي بموازاة ولا بالتنسيق مع الجهاز الدولي اللي هو الفيفا. فنقطة كتحسب لهاد الجهازين معا، علاش؟ باش نشرحوا الناس ونبينوا انه هاد الناس هادو ما كيجيوش كيفكوا شي باطيين، ما كيجيوش وكينزلوا باش قات ليهم ما بين الليلة وضحاها نعسوا فاقوا غينظموا لينا بطولة ديال الدوري الافريقي. لا، الناس كتفكر وكتفكر، خصوصا هذا كنت في تواصل مع احد الاشخاص في في في, في, في الاتحاد الافريقي، واكد لي ربيع انه انه الديبارتمون ديال الماركتينغ ديال الفيفا بالتنسيق مع الكاف داروا اجتماع، لقاو ان نسبه المداخيل نقصت شويه باش ناكدوا، لانه دائما الكاف وكنتكلم على الكاف كان دائما كيبغي انه النهائي يكون مع لاعب اللي كتكون نسبه جماهيريه كبيره مثل المركب الرياضي محمد الخامس. والدليل فكنظن ثلاث سنوات اخيره ولا سنتين اخيره الوداد والاهلي في شامبيونز ليغ فينال، الوداد والاهلي ايضا الوداد والاهلي فينال كذلك 2023، وحقق الكاف مداخل كبيره وكبيره. لهذا بالموازاه مع ذلك فتنسيق مع الكاف قرروا انهم يديروا هذه البطوله ديال كاس الدوري الافريقي، كتجمع خيره الفرق الافريقيه. كنتكلموا على الترجي التونسي وذو قاعده جماهيريه كبيره، كنتكلموا على الوداد الرياضي، كنتكلموا على ماميلودي ساندانس، اقوى الفرق الافريقيه لا من ناحيه الكم الجماهيري لا من ناحيه عدد الالقاب ديالهم، وهذا الشيء في صالح الكره الافريقيه. ملي كتلاقي الترجي والوداد، الوداد الاهلي، ماميلودي ساندانس الوداد الاهلي ساندانس، فنسبه المتابعه كبيره، العدد الكبير ديال التسويق ولا الشركات العالميه كتبدا تحط الملفات ديالها من اجل طلب اشهار، وهادشي كله كيصب في مصلحه كره القدم عفوا الافريقيه، وهادشي اللي خلى دخل فلوس وما كان يسبو اليه الكاف فوصل ليه. بالدليل انت في الكواليس قلتي لي شحال حقق نسبه المشاهده اللي مشاهده خياليه وخياليه. فالكاف نجح والفيفا نجح والكره الافريقيه نجحت. انا حضرت في الماتشات، حضرت بزاف ديال المباريات وانت راك عارف هذه المساله، ولكن من بين احسن تنظيم ما قدرتش نوصف لك التنظيم، كان تنظيم خيالي. الشركه اللي كانت مكلفه، الجمهور كيتحرك خطوه كيعرف الرجل فين غيحطها، يعني هذاك الشيء التنظيم كان محكم ومحكم. فشكرا لجهاز الكاف، شكرا للجامعه الملكيه المغربيه والشركات اللي سهلات ما كان يصبو اليه الكاف والفيفا، ونتمنوا ان شاء الله المغرب يسير في خطى من الجيد غادي في خطى يعني تصاعديه، انه اصبح المغرب معادله صعبه في التنظيم. هذا ماشي بشهادتي حيت انا مغربي غادي نبدا نشكر البلاد ديالي، ولكن بشهاده الناس اللي كيجيو تم، الشركه الايطاليه، الشركه عفوا الشركه اللي كانت مسؤوله على التنظيم اشادت بالمغرب بالبنيه التحتيه واشادت بالناس اللي تعاونوا معها في التنظيم. نقطه ونرجعوا للسطر ونتكلموا على فريق الوداد الرياضي وخصمه ماميلودي سانداونز. فبالتاكيد ان قبل ما ندخلوا نتكلموا على الوداد ولا الملعب، بقاو دائما حنا كنتكلموا في مدرجات وفي الجانب التنظيمي وكذا، نتكلموا على جمهور ديال فريق الوداد الرياضي. ربما كانت واحد المجموعه ديال اللقطات اللي كانت في هذه المباراه واللي ربما تعتبر مرجعا، كما تكلمنا على المباراه هي مرجع يعني في القاره الافريقيه على المستوى التقني والاداء التقني، غنتكلموا كذلك على مستوى التشجيع والطريقه ديال المستوى الكبير، اقول المستوى الكبير الغير مسبوق ديال الروح الرياضيه ديال فريق الوداد الرياضي. كيفاش انت كتلعب مسابقه سوبر ليغ اول نسخه، مسابقة اللي كبيرة، مسابقة اللي يعني اللي كيتمنى يلعب فيها يعني الكبريات الفرق الافريقية ويلعب فيها كبريات اوقسيات ويبقى فيها الوداد وماميلودي سانداونز، وكيفاش بهاد المباراة اللي كيكون نورمالمون فيها بريسيون فيها الضغط، الجمهور بطبيعة الحال كيحاول يدفع في الفريق ديالو كيحاول يأثر يعني بشكل او باخر على المنافس باش يدير اخطاء باش ما يدخلش في المباراه كذا، هادشي كامل كنشوفو جمهور ديال فريق الوداد
كيفاش يتغنى ويصفق الفريق الضيف ماميلودي سانداونز، كيفاش شفنا المدرب ديال الفريق الخصم ماكويلا كيفاش انه ولا هو الكابو ديال جماهير الوداد. اعتقد ان هذه المشاهد غير مسبوقه لا في القاره الافريقيه ولا في القاره الاوروبيه ولا في امريكا الجنوبيه. لا اعتقد ان فريق يلعب نهائي سواء في القاره الافريقيه ولا في خارج القاره الافريقيه اوروبيه او غيرها، والجمهور ديال الضيف جمهور ديال الفريق الضيف بطبيعه الحال كيصفق وكيتغنى مع 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 المدرب ومع الطاقم التقني ومع يعني شي حاجه اللي ما خصهاش تدوش بهكا ببساطه. وللاشاره هذه اللقطه ديال ماكويلا مع جمهور الوداد كانت هي ترند في لي ريزو سوسيو في المواقع التواصل الاجتماعي. انت كيفاش عايشتي الشغف ديال جمهور الوداد وتكلمنا شويه على هذه اللقطات؟ وا متفق معك السي رابي ملي كان ماشي شغف جمهور الوداد وكاين جمهور المغربي عامه، يعني دائما المغاربه ملي كيكونوا في الملعب خصوصا الوداد اللي كيشارك في المسابقات الافريقيه فدائما كنستقبلوا الضيف نشجع، والتشجيع كيكون في الكرادا. كنامنوا ان كره القدم تنتهي بالفوز فنفرح للفوز، نتعادل وننهزم، وعندما ننهزم نتقبل الهزيمه، لان العيب والعار هو انك تخسر، لانه ماشي عيب تخسر في كره القدم، لانه ضروري غتخسر، لانه لا يمكن لفريق في العالم انه ما يخسرش، ولكن العيب هو انك تخسر وما تقبلش الهزيمه. وهذا اللي في الانديه للاسف ما غنسميهاش كاينه في القاره الافريقيه ننافسها اكثر في المنافسه الافريقيه وفي الادوار المتقدمه، فعندما تفوز تشكر نفسها وعندما تنهزم لا تتقبل الهزيمه. وهذه مساله اللي ما خصهاش تكون مساله ديال الفير بلاي، ما كتقبلوها ما كيتقبلوش الهزيمه. فاحنا في الوداد الرياضي السنه الماضيه مع السنه قبل الماضيه مع الاهلي المصري عندما تفوق الوداد فلم يتقبل الاخر الهزيمه، وعندما فاز انهزم الوداد مع الاهلي فالجمهور كله خرج وتقبل الهزيمه واللاعبين وصفقنا للاهلي وهاد لك فريق الوداد. وهسه حنا دخلنا دابا الفينال هذا ولاعبين مع سان داونز وكنصفقوا الماميلودي سان داونز وعادي ونمشيو تما ونهزموا في كاين المشكل وغادي نصفقوا غادي نتقبلوا الهزيمه. اذا تقبل الهزيمه نربحوا ماشي غنهزموا. انا كنتكلم لك احنا كنتكلموا بشكل عام، نتمنى التوفيق للوداد الرياضي، ولكن خص نقطه اللي يخشخوا بها المغاربه واننا نتقبل الهزيمه لا نبكي ولا نشكي. هذا باش نكونوا واقعيين ونسميو الاسماء بالمسميات ديالها. حنا كنتقبلوا الهزيمه وما كنبقاوش نبكي ونشكيو، لان كثرت البكاء وكثرت الشكايات والبلاغات كطيح من قيمه الواحد. بالنسبه لعلاقه ماميلودي سان داونز الوداد ابار هادشي اللي شفتي فعلاقه كبيره وكبيره، كنتلاقاو كنظن دابا المره 11 هذه اللي كنتلاقى مع سان داونز الوداد. من بين الطرائف اللي باقي عاقل عليها انايا واحد صديق كيعشق ماميلودي سان داونز وكان مشى عند هذا مورا الماتش وكان مشى عند مساعد المدرب ديال ماميلودي سان داونز وقال له صحفي لا هذا غير محلل رياضي ما قال له سير عطيني التيشيرت ديال سان داونز قلب ما لقاش، قال لي بغيت نعطيه لك ولكن ما لقاش، ولكن قال لي ماشي مشكل راه غنتلاقى معاك في الشامبيونز ليغ لان ولينا كنتلاقاو ديما وغنجيبو لك معايا. كتشات سان داونز الوداد ولاو البعض كيعرفوا بعضياتهم، كل الدليل ماكوينه في الندوه كيتكلم على عطيه الله والعملود بالاسماء ديالهم وشنو كيدير، يعني ولاو حافظين الوداد بشكل كبير. بالمقابل الوداد ولينا كنعرفوا كاين بيتر تشالو ليلي كاين ماكوينه كاين بوطويل كاين المدافع اللي سجل على راسو اصبح من بين الطرائف وكيتمنوا الوداديين انه يلعب في بوتو واللي ما لا يسجل ثاني مره اخرى على راسو. فصراحه علاقه ماميلودي سان داونز الوداد نتمنى يكون مثال يحتذى به للفرق الاخرين وانه يتعلموا منه ويتعلموا الفير بلاي. طيب ندوزوا من الجمهور ندوزوا من الطريقه ديال التنظيم في الملعب، كيفاش شفتي المباراه؟ اكيد ان المتابعين كما قلت في البدايه ما غاديش نمل من الكلام، شفنا واحد من افضل المباريات في القاره الافريقيه اللي ما قلناش افضلها، تاكتيك ضد تاكتيك، شفنا كيفاش علي رمزي لعب كيفاش كيبني من الوراء، كيفاش يعني كيبدا من الكره كتبدا من الحارس الدفاع ثم على الاطراف ثم اختراق من الوسط. شفنا كذلك ماكوينا، كيفاش شفتي المباراه في قاعه الميدان وكيفاش ممكن تنقط الاداء ديال الوداد في هذه المباراه وكذلك فريق سان داونز؟ فانت كما كتعرف سان داونز القوه
اللي كيتمكن منها هي انه كيلعب خارج الميدان ديالو اكثر من ما كيلعب داخل الميدان ديالو. انا كان عندي ما كنعملش بكره القدم كما كتعرف هي لعبه ماشي منطق، ولكن كان عندي نسبه كبيره ان صندونج غيسجل لانه كيخرج يلعب الكره وما كيشبه. وهذا الشيء اكدوا رمزي انه انا فرحان قال لهم لانني غنلعب ضد فريق كيلعب الكره ما كيلعبش بالكواليس كيلعب بالكره. وهذا الشيء اللي شفناه في المباراه انه خرج يلعب الكره، شفتي كيفاش صراحه فريق منظم كيعرف يشد الكره في رجليه كيعرف يخرجها وص يعني وص واحد المساحه ضيقه طنطنج باصات كتلقاها القدام، وهذا كيخلي انه جنوب افريقيا اللي السنوات ملي نظموا كوب دي موند جنوب افريقيا ما كانش ما عندهاش ثقافه كره القدم، وانت كتعرف هذه المساله يعني تطوروا بشكل كبير وكبير، خصوصا فريق ماميلودي سان لانس اللي تعلم انه يلعب الكره الحديثه. الحسن الصدف الوداد على غير المنافسات السابقه ولو كان فوزوا عليهم فدائما في المركب ديال محمد الخامس الوداد كيلقى صعوبه. السنه الماضيه لقى صعوبه عندما تعادل معه بصفر من مثله مع البنزرتي كذلك مع عموته، ولكن كان كيتفوق عليه الوداد او لكن هزم وكيتاهل في الملعب ديالو. كما قلت حسن الصدف هو انه رمزي شخص اللي جايب واحد الفكر وتبان عطى الاكل ديالو الكره الشامله عطى الاكل ديالو. الوداد اصبح فريق للامانه فريق كيخلع بلغه الكره ولا منظم حتى هو تكتيكيا كيعرف يلعب الكره. ما بقاتش هذيك الوداد اللي كنشوفها كتراكل للوراء وكتلعب على لي كونتر والسرعه ديال الاظهره، لا الوداد ولا حتى هي كتلعب لاطاك بلاسي. الوداد بفضل عادل رمزي وما كان عمروش الورود اصبح للظاهرين بفضل الكره الشامله واحد الحريه كبيره، ولشي كتلقى العملود كل مره ولا كيسجل لك ولا عملود كيطلع يهاجم ويرجع يدافع. الا وان ان 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 رمزي بان عطى الاكل ديالو على مستوى الاظهره ايضا. هذا الشيء باش ديروا ديال الصعود للظاهرين كيتطلب بنيه جسمانيه ولياقه بدنيه عاليه، ففريق الوداد مع المعيد البدني اصبح يعني فريق قوي جدا على المستوى البدني. اذا سان داونز كتلعب الكره، الوداد كتلعب الكره، اشنو غتوقع؟ غتوقع طبق كروي جميل. وهادشي اللي كان نهار يوم الاحد يعني كانت صراحه كانت مباراه شيقه. اللهم لك الحمد بعد الحمد لله داك الهدف اللي سجل الصبغات كنظن انه هدف غيعطي الشيء الكبير على مستوى الاياب. ونتمنوا ان شاء الله الوداد لانه سان داونز خش بغيت يلعب الكره، نتمنوا ان شاء الله نستغلوا هذوك المساحات. والوداد لا خوف عليه في جنوب افريقيا، الخوف عليه كان في المركب الرياضي محمد الخامس. الحمد لله دبر اللقاء ديالو بشكل جيد وان شاء الله لا كاليفيكاسيون ان شاء الله في بريتوريا. الفوز بالكاس نعم لا عفوا ولفنا نلعبوا مع سان داونز دومي فينال وكنلعبوا فينال وكنسينا راسنا. ان شاء الله الكاس اللي نتمنوا ان شاء الله يكون ودادي، كاس اول نسخ في هذا الدوري هذا لما لا يكون هو الحمد لله وداد اول فريق مغربي وعربي يصل الى النهائي لما لا يتوج بهذا اللقب. خزينه الوداد ستنتعش مره اخرى 4 ملايير اللي غادي تعطي الاكل ديالها بشكل كبير. ونتمنوا الوداد ما غادي نرجعوا للهيكله ثاني دائما. والوداد هذه الحلقه خليها بوحدها ديال الهيكله لا المستوى الاداري اللي انا عندي فيها ملاحظه كثيره وراه بزاف دوينا انا برامج بزاف دوينا على بسرعه غير القوس بسرعه لانه شوف ربما غير التوقيت ما كيسمحش. حنا عندنا انتقادات كثيره للرئيس ديال الفريق كما بطبيعه الحال الكل كيعرف القيمه ديال النحصيري والكل الان يشيد بال انا تفرجت برامج بزاف المحللين العرب بدرجه توانسه مصريين جزائر الاخير كيفاش اشادوا بتدبير ديال الوداد. خذ بعين الاعتبار ان اغلبيه الصفقات ديال الوداد هي صفقات ناجحه وهي صفقات اصلا اللي كانت صفقات مجانيه، مجموعه ديال الصفقات اللي ما قلناش كاع الصفقات خدها مجانيه وضيف عليها اللي حنا كنعرفوا النصيري دائما دابا ولا عنده واحد البند مزين ديال المردوديه. دونك هذا نقاش اخر باش ما يتاولش الحوار ديالي تكون اشاره خفيفه وندوزو مباشره. نعم شوف ابا من ابا وكره من كره سعيد نصيري نجح مع الوداد ما غيختلفوش اثنين افضل رئيس وقيله في تاريخ الكره المغربيه وهذوك الارقام ماشي بالنظر للنتائج والارقام والارقام. هو اليوم ارجع الوداد بعد نهائي يلا قل من 3 شهور الكل كان يطالب سعيد الناصري بالرحيل، غتمشي عند دوك الناس اللي كيطالبوا بالرحيل وغتقول لهم سعيد الناصري يمشي يقول لك لا.
باش تعرف كرة القدم هي هذه. الامس يطالبونه برحيل واليوم فكيجاوبهم سعيد نصيري بالعمل، هذا هو اللي كياكد عليه سعيد نصير. ولكن انا غادي كنت بغيت نشير لواحد الجمله مهمه ربيع وغادي تتفق معايا، الانتقاد ما كيكونش في ليامات الهزائم، ما كيكونش نهار كتضيع تيتر وكتجلس وكتبدا تعاف هذا يمشي وهذا يمشي، حيت حنا بعد الجماهير العاطفيه للاسف، وما كره القدم ما بقاتش فيها العاطفه، نهار كنهزموا نهار كنبداو نجلدوا في اللعابه وكنبداو نشيروا على اللعابه وكلشي يمشي بحاله، ونهار كنربحوا كنفرحوا. لا، عندما نفوز ننتقد. تكلمت لك في نقطه مهمه في الاول، الكاف دار التنسيق والاجتماع مع جهاز الكاف مع الفيفا، وتبين انه كاين خلل بسيط بالمداخيل ديال الكاف، نقصات غير بشويه، دبروا القضيه واتفقوا به وداروا هذا الدوري الافريقي. اذا علاش هيا بعض المليار غتدخل نجلسوا ندير واحد هيكله خفيفه وتخليك انه تزيد تباشر العمل ديالك وتزيد تحصد، ولو انت في القمه غتبقى دائما في القمه. هذه اللي بغيت نشير ليها، انه عند المسارات خصنا نتعاقدوا، ماشي عند الهزائم ونبداو نتعاقدوا. هذه هي الفكره اللي بغيت نوصل. قبل قليل في برنامج مع زميلي محمود، يعني في برنامج صفه حال، كان كذلك التكلم على المباراه السابقه ديال الوداد، وكذلك المباراه اللي كنتسناو يوم الاحد، سولني على الخيارات ديال عادل رمزي. بدوري غنسولك على الخيارات ديال رمزي، ديال عادل رمزي في اياب النهائي. بطبيعه الحال تقريبا الكل ولا عارف 81% من التشكيله ديال فريق الوداد، ولكن غنسولك بعض الاماكن، وغنخيرك بين طبيعه الحال خيارات ولات معروفه عند عادل رمزي. بالتالي ربما الدفاع وحراسه المرمى راه حنا عارفين، اعتقد غيبقاو نفس اللاعبين. اسمح لي اسمح لي يمكن ما كاينش الصريح، كنظن انه عند المخرج اذا كانت الامكانيه انه يدوزو ديال عادل رمزي، راه كاين في السبور اللي ما لاش الجمهور انه يشوفوا، وكان تكلم على بعض النقاط اللي مهمه ومهمه في 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 المقابله الايام. طيب دونك اعتقد انه يعني عادل رمزي تقريبا قرينا، ولينا كنقراو التشكيله اللي كيحط، واكيد ان الغالبيه ديال الجماهير هي الان عارفه ربما 70% ديال التشكيله، ولكن كما قلت يعني اكيد انه في بعض المراكز غيبدل لاعب بلاعب، وعنده خيارين او ثلاث خيارات. فقط السؤال ديالي، في غياب يحيى جبران، شكون اللي كتشوف يعني ممكن يعوضه؟ بطبيعه الحال غنخيرك بين اسمين، واعتقد هما الاقرب وهما الانسب، وتقريبا هما اللي واجدين على المستوى البدني وعلى المستوى التقني انهم يعوضوا جبران، سرغات ام محروس. فكنتفق معك ربيع، خصوصا هذه النقطه اللي قلتي ديال الرتوب. فقط في مقابله الاياب، فطبيعه الحال فالوداد ما يخش على المقابله الذهب، غادي يحتفظ بجميع اللاعبين ديالو. جبران محروس ولا سرغات؟ جبران اذا ما تبين انه ولو ماكوينا كان تقلق بزاف، فكان قال لك انه كان كيبغي انه جبران ياخذ البطاقه الحمراء لانه كيسهلها، ولكن ما فاكدوها المسؤولين والمحللين التحكيم انها ماشي ورقه حمراء وانما بطاقه صفراء، والحكم كان صائب في هذيك المساله. فبالنسبه للمقابله الاياب، ففريق الوداد الرياضي ما يخش على التشكيل ديالو، غيعوض جبران بالصفرات. عادل رمزي يقولها بالفم المليان، انا ساذهب الى بريتوريا والى جنوب افريقيا ضد فريق ماميلودي ساندونز وغنلعب كره تما وغنتصر عليهم. بهذا المنطق الى مشى ولعب. انت كتشوف سرغات افضل من محروس؟ لا، واحد سرغات لعب الماتش لالي وسجل لك هدف، سرغات عنده كيمين ديال الماتش. كيفاش كان البروفايل ديال محروس؟ وكنا كنعرف قيمه ديال محروس، وربما انت وانا تبعنا محروس بزاف في العام اللي فات مع اسفي، كيفاش كان واحد ماشي واحد من افضل، بل هو افضل لاعب في الفريق ديالو، هو عميد ديال فريق اسفي، وشفنا كيفاش كان يتقن اللاعب على المستوى يعني بالدرجه ديالنا في الكاسور. وانا شخصيا انا كنتمنى عادل رمزي يغامر ويدخل محروس، لانه فعلا هو الانسب،
ولكن في هذا المطاف انت 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 قلتي سرغات، كنظن حتى في الجبهه ديال الهجوم، يعني في الغياب ديال اللاعب اللي تصاب ديال الوداد، من ترى اللي غيلعب جناح ايمن؟ واش غادي يبدا بالهوني ولا غيبدا بلاعب اخر؟ بالنسبه لانا الصبغات علاش اكدت على انا الصبغات كيلعب بواحد طريقه اللعب ديالو، كيرجع يساند داك الدفاع وكيزيد يشارك في الهجمه. اذا بروفايل يشبه شويه الجبران محروس، لاعب كبير، لاعب كوي بلغه الكره، ولكن صبغات لعب ضد ماميلو دي سان داونز، ديجا جاوب الوداد وخرج في الخارجات الافريقيه ولعب مقابلات اللي كبيره، كنترشح بشكل كبير انا الصبغات ولا غيكون في المباراه. حمدو الهوني للاسف، الهوني ولا بوهره؟ حمدو الهوني لاعب كبير، انت كتعرف هادشي، لاعب اللي كان في الترجي الرياضي التونسي وساهم بشكل كبير، وكنظن راه هو الهداف الا ما خانتني الذاكره، الهداف التاريخي ديال الترجي في كاس العالم للانديه. للاسف خرجوا اللياقه البدنيه، الله رجع من الاصابه، يعني صامبو فاس فاس مع كنا نساليو، كنا نقتلو سان داونز، ضربها ما قدرش يجري بها، يعني كون جابها كان غيحيدي لي ديفونس، ما عرفش يكادريها، كنا للاسف هذيك الكره كانت تعطي الامكانيه كبيره لفريق الوداد الرياضي، ولكن قدر الله وما شاء فعل. كنظن انه غادي يلعب بسيف الدين بوهرة، لانه الهوني عمرو دخل سيف الدين بوهرة. علاش ما دخلش؟ ما دخلوش في المنافسات الافريقيه، لا اعتقد انه دخل شي مره، كان كيدخل هو كيدخل ديما كيدخل بأوناجم وب بوسفيان إينينبا، كنظن لعب سيف الدين بوهرة، ما نظنش لعب الدقائق الاخيره مع إينينبا، حيت دابا رمزي دائما يؤكد على الجاهزيه. طيب انت في رايك من الانسب في الهجوم بطبيعه الحال، واش البحري ولا بوبلي اندرز؟ وشكون كتوقع انه يدخل، بوبلي ولا البحري؟ بولي، شوف دابا رمزي هو كشي ما باغيش يحرق اللعابه بجوج، كل واحد كيعطي حقه، راه كيدخل بالشرقي البحري في البدايه وكيدخل بولي سامبو. اذا بولي سامبو لعب الماتش ديال جنوب افريقيا، عنده ليكسبيريونس، امون افي بالنسبه لي يدخل بولي سامبو، يدخل يتقاتل تما وهذاك ودوزيام بيطو يعطي الشرقي البحري انه يعطيه يزيد يدخل ويلعب. نكونوا ان شاء الله، لانه الضغط الكبير هو على ماميلو دي ساندر، هو اللي خصو يفرض ويدخل ويخرج انه يلعب الكره ايفيكتيفمون بلا لوجيك، غيخليني لي زيسباس راك عارف باش تستغل لي زيسباس شنو خصو يكون عندك، خصو يكون عندك لي زيلي صراحه، نتكلم على اوناجم بوسفيان الهوني ماشي مجهزيه كبيره، خاص لي زيسباس نستغلوهم ونسجلوا عليهم تما، نسجلوا عليهم نقتلوهم، هذا هو الاهم. طيب كيفاش كتشوف المباراه بشكل عام؟ كيفاش كتكون في المباراه النهائيه؟ وكيفاش كتقرا حدود الوداد؟ واش الوداد قادر على العوده بالكاس من جنوب افريقيا، ام ان الكاس اقرب من ميلو سان داونز؟ اكيد ان المباراه غتكون صعبه، يعني ما يمكنش نقولوا الوداد غادي يرجع ولا غادي يفوز وندوندو بلغه الخشب، الوداد سيفوز ان شاء الله ولكن سيتعذب، لان يعني ماميلو دي سان داونز ما باغيش يعاود نفس الكره ديال السنه الماضيه، غير بغي ثاني، لانه دابا حاليا دارس الوداد بشكل كبير، يعرف مكامن الخلل في الوداد. عادل رمزي ايضا له نقطه كبيره، وهي انه ماكوينا غير خلي لي لي زيسباس في الظهر، اذا الكره عند عادل رمزي والكلي او المفتاح عند عادل رمزي الا بغى يدي لاكوب، بغيتي يدي لاكوب عادل رمزي ماشي انا اللي غنوفي، لانه انا ما غاديش يمكن لي نفهم في المسائل التقنيه اكثر من عادل رمزي، ولكن الكلي والمفتاح عند المدرب ديال الوداد عادل رمزي، انه يستغل المساحات وانه غادي تعطى لا بال في الاول بالمنطق، كما شفنا في الماتش دومي فينال غوتور ديال لاني اللي دازت ضد ماميلو دي سان داونز، ان سان داونز خدات لا بال خليناهم يلعبوها كيف ما بغاو، سجلوا علينا ولكن استطعنا اننا نسجلوا عليهم. اذا الوداد قادر انه يسجل في بريتوريا، نتمنوا انه انفو نسجلوا في البدايه غتسهل علينا المباراه. والحاجه الايجابيه وانه دائما رمزي كياكدها عفوا في الخرجات ديالو خصوصا الاخيره، انه غادي يمشي باش يلعب الكره، وهذه حاجه كطمئن اننا نلعبوا الكره نسجلوا عليهم، عكس المدرب السابق. انا ديما كنبقى نعطي اختلاف ما بين المباراه السابقه، المدرب السابق سفان فان ديفوك دار واحد الغلط
انه تراكل الوراء بشكل كبير هو اللي خلى سان دان سجلت علينا هدفين لولا هذاك الهدف اللي تسجل على ضد ماما والهدف الاول ديال العملود اللي استطاع اننا ياهلنا. نرجعوا للوراء سنه شعذب لعبوا الكره سي شعذبوا. هذا هو رايي ديالي. طيب كلمه اخيره لجمهور فريق الوداد وحنا على بعد ايام، شنو الكلمه ولا شنو الميساج ديالك سواء الجماهير سواء الفريق ديال الوداد؟ وكنتمنى تكون في الكاميرا. فجماهير الوداد اولا مشكوره وعجبتني خصوصا انه طيله المباراه الذهب نهائي الدوري الاي اف ال افريكان فوتبول ليغ انه الكل كان يهتف باسم اسامه فالوح، الكل كان يدعي له بالرحمه. وبهذه المناسبه باسمي وباسمك وباسم الطاقم كله يعني كنترحموا على اسامه فالوح ونترحم على جميع موتى العالم. الله يرحمه في هذه النهار. هذا حاجه ايجابيه ان العائله لن تنسى ولن تنسى يعني كل من جا وراء هذا الفريق. هذا ماشي تكلموا على فريق الوداد وانما الكره المغربيه عامه. كان حاجه ايجابيه انه داك الميساج اللي طلعوا. ايضا حتى حاجه ايجابيه لماميلودي ساندانس انهم عطاو واحد التذكار جميل للوداد بخصوص المرحوم اسامه فالوح. الجماهير الوداديه غتكون يعني ستشجع وستحضر الى بريتوريا وانت كتعرف هذه المساله من اجل تشجيع نادي الوداد الرياضي. ايضا ماشي جماهير الوداديه وانما الجماهير المغربيه لانه هذا اللقب هذا سيكون غالي وغالي للكره المغربيه وللوداد خاصه. شكرا أسامة، كنشكرك على الحضور معنا. كان لقاء زوين معك، كان لقاء شيق. يعني شفنا في واحد مجموعة ديال الصور ديال اللقاء سواء في الذهاب وكذلك تكلمنا شوية على الإياب. شكرا أسامة. شكرا. إذا إلى هنا نأتي إلى نهاية الحلقة. نعدكم بطبيعة الحال خلال الأسبوع غتكون التغطية مستمرة باعتبار أنه يعني تقريبا تفصلنا ثلاثة أو أربعة أيام على اللقاء النهائي. فبالتالي إن شاء الله تعالى غادي تكون يعني حلقات شبه يومية، طبعا حلقات يومية من خلالها غنتكلموا على نحلوا طبعا الأداء ديال الوداد، نتكلموا على الوداد خلال الأسبوع، وكذلك نتكلموا على المباراة النهائية. قبل الختم أعاود وأكرر ترحم على شهدائنا في قطاع غزة، النصر والتمكين للمجاهدين في فلسطين. أشكر كذلك وراء الكاميرا زكريا ونرحب به على العودة ديالو الميمونة، يعني كان في الديار خارج المغرب يعني في الدراسة، فنتمنى له عودة ميمونة زكريا. كذلك نشكر وراء الكاميرا المخرج محمود، أكيد أنكم جميعا تعرفوه محمود، واحد من أطر داخل مربع 24. شكرا لكم جميعا، موعدنا الغد. السلام عليكم ورحمة الله.